هذا المحتال الوسخ كان يضيف 2000 ليرة على راتبه كل شهر؟ للأسف، اشترى مواد بسعر رخيص وسجلها بسعر عالي، وبأبسط طريقة نصب نصب علينا كمان. على الأقل يكونوا مبدعين شوي، يلاقوا طرق جديدة. شو هاد؟ إن شاء الله قلعته؟ طبعاً. بالمناسبة لازم نوظف شخص جديد، أنا في عندي طلبات شغل لأشخاص كتار، إذا بتحب خلينا نشوفهم ونختار واحد. ما في داعي أبداً، أنا بعرف واحد. شو رأيك بأورهان؟ قصدك موظف التنظيف؟ إيه، بتعرف إنه صادق كتير يا بوراك، وأمين كتير كمان، وما بيتنازل لو شو ما صار. أصلاً عائلتهم كلها هيك، عن جد مانن معقولين. بيحرقوا دولارات. بيحرقوا دولارات؟ إيه بيحرقوا دولارات. في مرة أنا رحت عطيتهم مبلغ كبير من الدولارات، أصغر وحدة بيناتهم الصغيرة حرقت الدولارات. تعرف شلون؟ هي راحت زتتهم بالنار وحرقتهم كلياتهم، مثل ما عم قلك يا بوراك، حرقت الدولارات. عن جد أنا بوقتها طار عقلي من راسي. ابعت ورا أورهان. سيد عاكف، صحيح أورهان شخص منيح، بس معه شهادة ابتدائية، يعني ما بعرف إذا رح ينجح بهالشغل. بوراك، وأنا شهادتي ابتدائية وأنت عم تاخد راتبك مني، والشي اللي بدي إياه رح يصير. هاي القصة معنا كبيرة وما رح تصعب عليه. بالنهاية بيروح وبيشتري مواد تنظيف وكمان بيشتري قرطاسية وانتهى الموضوع. ما في شي صعب، اتصل. طيب عاكف بيك، خلص انت شايف هالشي مناسب. عفوا لو سمحت، صحتين وعوافي. شكرا. بدك تدفعي الحساب هلأ ولا بسجلون؟ إذا في مجال مناخده هلأ، لأنه دايماً بيصير خربطة بهالأمور. طيب هاي الحساب. رح أخذ هدول. خير إن شاء الله. شو هالنظرات هاي؟ في شي ما منعرفه؟ ما بعرف حبيبتي، يمكن في ويمكن ما في. انتي وهو؟ مو معقول ابدا. هيك الحياة، مبين كتير لطيف. مزبوط. حبيتي ولد فقير كمان. تعرفوا انه هدول مثل الفيروس، يعني شوي شوي رح يسيطروا على المدرسة كلها. هاريكا، ليش ما اكلتي شي؟